العسكريين عليهم السلام كيف كان الوضع في العراق، الوضع الأمني والوضع السياسي والعلاقات الخارجية، وكيف كان حتى مجلس الوزراء والانسحابات من الحكومة ومحاولات إسقاطها. الحكومة تقاتل في الشارع وتقاتل في مجلس النواب وتقاتل مع الكتل وتقاتل مع الخارج وتقاتل على كل المستويات. إذا أخذنا هذه الصورة، ولا أريد أن أتوسع بها، من التحديات أنا أقول لك كانت هذه الحكومة في أداء ناجح وناجح جدا، لأن الذي واجهنا من تحديات كان يكفي لإسقاط الحكومة أكثر من مرة، ولكن حققنا وبحمد الله وبتعاون كبير بين السادة الوزراء حققنا أمن بالبلد، حققنا استقرار، حققنا علاقات خارجية، حققنا تطور في اقتصاديات البلد، في التعاقدات على الكهرباء والنفط والمياه والمجاري وعلى كل شيء، وتحسين الاقتصاد أيضا بشكل واضح. نعم، لم نبلغ المستوى المطلوب، خفضنا التضخم إلى درجة كبيرة جدا، خفضنا البطالة الموجودة، حسننا الوضع الزراعي، نجحنا حتى في المجالات غير الأمنية، نجحنا بالأمن وانتقلنا إلى مبادرة في مختلف المجالات لإنجاح عمل الحكومة فيما يتعلق براحة المواطن. إذن الحكومة لم تعمل في ظروف مستقرة ولا في ظروف آمنة وبلا تحديات، والسنة الأولى والثانية ولعل جزء من الثالثة أو كل الثالثة كانت مراحل مواجهات دامية وساخنة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني ومستوى العلاقات، ولكن كمؤشر على نجاح الحكومة هو إقبال دول العالم والدول العربية بالعودة إلى العراق وفتح سفاراتهم أو قراءة الإنجازات التي تم تحقيقها، وهي لم تبلغ بعد المستوى المطلوب. لذلك أنا قلت الحكومة المقبلة إن شاء الله سيكون شعارها تثبيت الأمن وإطلاق الإعمار والاستثمار. في التاريخ السياسي العراقي هناك نوري آخر تقلد العديد من المناصب وحافظ على وجوده في أكثر من تشكيلة حكومية، أنا أتحدث عن نوري السعيد. إلى من أنت أقرب، إلى نوري السعيد أم إلى عبد الكريم قاسم الذي يشبهك البعض به؟ أنا أقرب لكل شخص مر في تاريخ العراق وأحسن وأخلص للعراق ولشعبه وتعامل بنزاهة وبوطنية وباهتمام، وكان إلى جنب الضعفاء والمظلومين والفقراء، وإلى جنب العراق وسيادته وإرادته واستقلاله واستقراره. وقطعا السياسيين لا يمكن أن يكونوا نسخا عن بعضهم البعض الآخر مكررة، إنما نأخذ من كل منهم ما أعطاه في هذه المجالات، ما أعطاه من جهد وهم واهتمام للعراق، وما أعطاه من جهد للعراقيين، وما كان فيه الرجل المناسب في المكان المناسب حبا واحتراما للعراق ومن العراق للعراقيين ومن العراقيين. الخدمات وملف الكهرباء والفساد الإداري تعتبر الأهم بالنسبة للمواطن العراقي، هل من خطط لمحاولة تطوير هذه الملفات أم هي مجرد وعود دولة الرئيس؟ بالتأكيد خطط، بالتأكيد لدينا هم، بالتأكيد نشعر بمعاناة المواطن، نشعر بمعاناة الوطن، نشعر بالمشكلة بعمقها، لأننا استلمنا البنية التحتية لكل هذه الخدمات وهي محطمة، وأنتم تعرفون النظام كيف انشغل بحروبه ومغامراته وترك العراق وترك المستشفيات والمدارس والمحطات الكهرباء وحتى النفط، الآن متهالك كل مؤسسة النفطية، نحن ندرك هذا. ولكن في بداية الحكومة مرة أخرى أقول شغلتنا الظروف الأمنية عن أن ننطلق، وانطلقنا في عام 2008، ولكن جاءتنا الأزمة المالية فعوقت بعض مشاريعنا، أما الجهد الحقيقي فبذلناه. وأنا أقول لك واحدة من الأمور، أيضا خلي أتهمهم شوية للسياسيين مو بس يتهموني، التي لا يريدون أن أكون رئيس وزراء بالمرحلة المقبلة، يقولون بأنه ستظهر نتائج الأعمال التي قام بها المالكي وحكومته ووزرائه وإخوانه الموجودين في هذه الحكومة، ستظهر نتائجها بعد عام أو عامين، يعني النفط سيرتفع إنتاجه وستكون ميزانية الدولة متقدمة جدا، الكهرباء ستشتغل كل المحطات وسوف لن يكون هناك، والمبادرة الزراعية ستستكمل والمجاري والمياه. لذلك يقولون إذا تركنا المالكي لمرحلة قادمة سيتحول إلى
حاكم للعراق بعد بلا منافس، ولذلك طمأنتهم وقلت لهم تعالوا نتفق على أن لا يكون رئيس الوزراء أكثر من 8 سنوات حتى تطمئنون، لأنه رئيس الوزراء في تقديري إذا كان له برنامج وهو كفوء ينفذ خلال 8 سنوات كافي عليه، وإذا ما عنده برنامج وما عنده كفاءة فليش نعطي فرصة أكثر من 8 سنوات؟ قلت لهم لنقف عند 8 سنوات كما لرئاسة الجمهورية. أنا أقول لك فعلا إحنا مشينا خطوات كبيرة جدا في كل المجالات وليس في مجال واحد، في الزراعة، في الاستثمار، في السكن، في الكهرباء، ونتائجها ستظهر قطعا من خلال هذه الدورة القادمة، بل الكهرباء الذي هو جذر المشكلة. وأنا قلت هذه الميزانية للعام القادم أولا سأعرف كم يحتاج الكهرباء من المبالغ بشكل كامل، أول ما نطلع فلوس الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمجاري، هاي الخدمات الأساسية، والفقراء، شبكات الرعاية الاجتماعية والمرأة بلا معين، لأن هؤلاء من حقهم أن نلتفت إليهم بلمسة حنان، ثم ننجز ما ينبغي إنجازه في ملف الكهرباء، لأني أقول لك بصراحة الكهرباء يدخل في رفاهية المواطن وفي المستشفى وفي المدرسة وفي المعمل وفي المصنع وفي النفط وفي الزراعة وفي كل شيء يدخل الكهرباء، لذلك تصميمنا حاسم. وأنا لا أقول تصميم لفظي، وإنما المعدات وصلت والمحطات الآن في طور النصب والتجريل، هذا الكلام ليس كلاما، هذا المكان يشهد على توقيع الاتفاقيات الضخمة قبل أكثر من 2 سنوات، وصنعت كل المعدات ووصلت العراق وبدأت عمليات النصب. أنا حينما أقول عن شيء يتحرك على الأرض وليست في الذهن نريد أن نعمل شيء، بالنسبة للنفط لا نتحدث عن شيء في الذهن نريد أن نرفع إنتاج النفطي، الشركات بدأت تعمل على الأرض العراقية وبدأ النفط يزداد وسيبقى في حالة تزايد حتى يصل إلى ذروته بعد 4 سنوات أو 5 سنوات. أنا أتحدث عن أشياء على الأرض موجودة لكنها ستظهر بشكلها النهائي إن شاء الله خلال هذه الدورة. من يزور الجنوب يجد بونا واسعا بينه وبين شمال العراق، كردستان العراق، هناك فرق شاسع في ملف الخدمات. هل أنت تحديدا مع ملف إعادة إعمار جنوب العراق أم أنت من المؤيدين لإقليم الجنوب؟ قطعا إعمار الجنوب، وإعمار الجنوب لا يتوقف على فكرة إقليم أو غير إقليم. قطعا الجنوب تأخرت في عملية الإعمار، وقطعا في كردستان تقدمت عملية الإعمار، والسبب واضح، الدكتاتورية كانت حاكمة لغاية 2003 في الجنوب وبخلفياتها الحاقدة والطائفية والانتقامية، وكردستان خرجت من سيطرة الدكتاتورية وبدأت عملية الإعمار والاستثمار، والأخوة في حكومة إقليم كردستان تقدموا تقدما رائعا وجيدا، وهذا شيء طبيعي لأن الفرصة كانت طويلة للعمل والإعمار، هنا كانت الفرصة معدومة. لكن أيضا بدأت عندنا في الجنوب الوسط بدأت عملية الإعمار والخدمات والاستثمار مستمرة، وهذه هي نصب عين الحكومة الاتحادية كما هي حكومة إقليم كردستان تمارس دورها في عملية الإعمار. ستكون عملية الإعمار هنا في كل مناطق العراق على قدم المساواة، وإن شاء الله لا نحتاج إلى أن نذهب قضية أقاليم أو غير أقاليم، إنما ستكون الحفاظ على صلاحيات الحكومات المحلية وإعطائها الصلاحيات الدستورية والقانونية المقررة سيكون كفيلا بأن تنهض هي، إضافة إلى جهد الحكومة الاتحادية في دعمهم، لأن الحكومات المحلية أصبحت لهم صلاحيات كبيرة جدا. لنأخذ البصرة مثلا، نيسان، كركوك، الناصرية، هذه أصبحت لها موارد إضافية التي فرضها البرلمان باقتراح من الحكومة أن يضاف لكل برميل من النفط دولار، لذلك توفرت ميزانيات وبدأت مشاريع كبرى في هذه المحافظات، وبقية المحافظات قطعا ستتولى الحكومة وضع ميزانيات إضافية لها من الميزانية الاتحادية. للأسف الوقت انتهى الرئيس، أتقدم لك بالشكر الجزيل على كرم الضيافة وعلى سعة الصدر مع الأسئلة المزعجة. شكرا لكم، شكرا أنتم أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم.